نضرب جوع دائما نهار واحد أبريل. نضرب الجوع هذا جاي من أجل أربع مطالب أساسية، هي الترفيع في المنحة الجامعية والتوسيع في عدد المنتفعين به، تشريك الاتحاد في لجان إصلاح التعليم العالي وبصفة استعجالية مراجعة نظام احتساب الأعداد نسميه في الكليات نحن هذا النوتشوك، ومراجعة نظم الامتحانات خاصة الامتحانات اللي تتعدى في دور الرئيسي وما تتعداش في دور التدارك، لازم تولي تتعدى في دور التدارك. المطلب الثالث هو تمكين الاتحاد من استرجاع أرشيفه وممتلكاته المفتكة وحقه في التمويل العمومي وإلغاء كافة مجالس التأديب والقضايا في حق مناضلي. والنقطة الأخيرة هي تصويت وضعية قدماء الاتحاد المقصيين من ملف العدالة الانتقالية. إضراب الجوع جاء بعد عديد الحركات معناها النضالية اللي بدأت من أول العام، نذكر منها اعتصام في وزارة التعليم العالي وكيباي وزارة التعليم نهار 30 سبتمبر، نذكر منها الإضراب العام نهار 29 أكتوبر، وهذوما الكل كنا ديما نوصلوا فيهم فهمتنا لاتفاقات شفوية مع الوزارة وإلى ساعات حتى محضر جلسة لكنه لا يطبق. لذلك اليوم دخلنا في إضراب جوع وقلنا المرة هذه نخرج كان بمحضر اتفاق، فماش محضر جلسة واتفاقات شفوية، محضر اتفاق في المطالب بالوضوح. يوم أمس تعكرت حالتي الصحية وتم نقلي للمستشفى، طلبوا مني أن نحل إضراب الجوع سوى الطب اللي في المستشفى، وقال الوزارة اتصلوا بي، معنا اتصل بي الوزير وجاء مدير ديوان لهنا بحثين البارح مصليل وحتى اللجنة الطبية بتاعي، لكن رفضت حل إضراب الجوع وقررت أن نوصل إضراب الجوع لحين تحقيق المطالب. واليوم كان عندنا موعد مع وزارة التعليم العالي نهار الجمعة، لكن تقدم لليوم، طلب وزارة التعليم العالي قالوا يجونا اليوم، مشى وفد من المكتب التنفيذي، وعلى حد علمي توا يعني بالتليفون تم الاتفاق على كافة النقاط، تم الاتفاق على الزيادة والترفيع في المنحة الجامعية، تم الاتفاق على تشريك الاتحاد في لجان إصلاح التعليم، تم الدعوة إلى مجلس الجامعات اللي هو من صلاحيته باش يقر مراجعة قضايا احتساب الأعداد ونظم الامتحانات، وتم تكوين لجنة لتشريط وضعية الوضعيات الخاصة بالاتحاد من أرشيف وممتلكات وقدماء ومساجين ومحامين على مجلس التأديب. نعتبره فهمتنا معناه هذا انتصار، وبطبيعة هو طوى معناه مازال الرفيق ما صححش، لكن نحن نسبقه الخير ما دام اتفقوا معناه باش يصحوا دوما يصحوا ديجا باش نحل الإضراب على الطعام اليوم إذا كان صح. نحب نشكر كل من سندنا من مجتمع مدني ومجتمع سياسي وخاصة طلبة وتلاميذ والأولياء زادة والفنانين والمبدعين والمدونين وقدماء الاتحاد العام لطلبة تونس وكل من سندنا في هذه القضية، ونقول إن شاء الله الجامعة ما تعاودش ترجع فيها إضرابات جوع، وإن شاء الله يبقى ديما التفاوض الجدي والمسؤول هو أسلوب التعاطي، لأن التصعيد معناها والتقزيم وعدم الاعتراف بالطلبة وإقصائهم ما نجم يوصل كان لحركات احتجاجية كما نكه. وبطبيعة باش نحافظ على آلياتنا النقابية معناها اللي نجم نستعملوها إذا كان فما خلال بالتعهدات. هذه والله حاجة خطيرة، حاجة خطيرة أن الوزير يستغرب على خاطر نحن عملنا ندوة صحفية من لوكانس قبل 15 يوم من إضراب الجوع، قلنا رانا باش ندخل في إضراب الجوع وقلنا المطالب وقلنا النهار وقلنا البلاص، وبعثنا تعددت في الصحافة المسموعة والمكتوبة والمرئية في كل بلاصة، وزدنا بعثنا مراسلة للوزارة وقلنا لهم رانا باش ندخل قبل 15 يوم، رانا باش ندخل في إضراب الجوع والمطالب وكل شيء. بعد يجي الوزير يقول إني تفاجأت. أنا الحقيقة شيء خطير، يما معناك هذا كلام مش صحيح، وإلا الوزير معناه ما عندوش اهتمام باللي صاير في الجامعة، ما يتبعش ندوة صحفية متاع الاتحاد العام لطلبة تونس اللي هو منظوري، وكي وانا بعثوا له حاجة في الوزارة ظهر لي ما يوصلولوش، أنا ولا يفسر لنا كيفاش. فما تجاهل من طرف الوزارة مش الوزير نحكي عنها، فما تجاهل معناتها
اتحاد النقابة معناها للطلبة في بصفة عامة؟ الحقيقة العلاقة الوزارة بالاتحاد تطلع وتهبط. في وقت المنصب بن سالم معناها كان فماش اعتراف أصلا بالاتحاد، وكنا المطالب نفكوا فيها معناها فكان بما فيها بكل اعتصام داخل الوزارة اللي فرضنا به مبدأ التفاوض أصلا. الحقيقة مع سي توفيق معناها استقبلنا من نهار الأول وفاوض معنا، لكن المفاوضات ما كانتش جدية كما قلنا، كان فقط معناها استقبال إيجابي لكن بدون نتائج، معناها مفاوضات بدون نتائج. الديوان متاعه ما تشكل كان بعد شهرين، وكل واحد يا إما خارج يقول لك أنا ماشي وإلا هاني جيت جديد، وكانت حالة فوضى. أتمنى أن الوزارة تتجاوز حالة الفوضى دي، وأن يكون محضر جلسة باش نمضى اليوم هو الخطوة الأولى في بناء علاقة جدية بين الطلبة وبين سلطة الإشراف. لقد تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي على كل مطالب الإضراب. لقد تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي على كل مطالب الإضراب. تم الاتفاق على الترفيع في المنحة الجامعية والتوسيع في قاعة المنتفعين فيها. تم الاتفاق على التشريك الاتحاد العام لطلبة تونس في كل لجان إصلاح التعليم العالي. تم الاتفاق على دعوة إلى مجلس رؤساء الجامعات في غضون 15 يوم لينعقد بجدول أعمال في نقطة واحدة هي النظر في مراجعة احتساب الأعداد وإجراء الامتحانات. وتم تكوين لجنة مشتركة بين الاتحاد والوزارة وكل الأطراف المتدخلة لتسوية كل الملفات المتعلقة بالاتحاد العام لطلبة تونس من أرشيف ممتلكات خدماء الاتحاد المحالين عن مجالس التأديب والمحالين على القضايا. اليوم حققنا انتصار تاريخي باش نمشيه مع بعضنا من المقر حتى تكشل اللافنو في مسيرة.